الراديو 90-90 هواها مصر. ولسه مكملين وكل يوم تلات على الراديو 90-90 ولسه سهرانة معاكم إمام مختار لحد الساعة 2 صباحا. وطبعا طرق التواصل كالعادة الأسم أسد على 199 تليفوننا 2-18-10-8-66 والفان بيج فيسبوك / راديو 90-90. هنرجع ونرد على كل أسئلتكم، لكن هنتوقف بقى إيه عند الكم أسم أس اللي جات لنا اللينك اللي فات واللي حضرتك يعني عجباك حقيقة. إيه بقى واحدة واحدة؟ طيب خلينا نقول الدافع. طيب أنت قلت لي في ثلاث انواع دوافع. ثلاث انواع دوافع. بص احنا عايشين على في حاجه اسمها دفع البقاء. دفع البقاء ده يعني مثلا لو انت شفتيه في الحيوانات، الغزاله اسرع من الاسد. بس الغزاله عشان بتلف منحنيات سرعتها بتقل. فالاسد هقول الاسد عارف ان الغزاله اسرع منه، بس هيموت لو ما كانش. واحد. ايه تاني؟ انا باكل واشرب عشان اعيش. تمام. دفع بقاء. تخيلي بقى لو انت خارجه، يعني اعوذ بالله، حد خارج من المستشفى ورجله مكسور ولقى اسد، تفتكر او حريقه جوه المستشفى هيعمل ايه؟ هيقوم يجري برجله واحده مش مهم. شفت ده دفع، كل ده دفع البقاء. وفي حاجه اسمها دفع خارجي. دفع خارجي ده عباره عن ايه؟ انت مثلا قاعده في شركه، فحد بيقول يلا هنعمل مسابقه عن مسابقه تخسيس، فالناس كلها هتقعد بقى دافع عشان اخد فلوس او اخد جايزه. ده دفع خارجي. تمام. ده مهم، بس الاهم منه الدافع الداخلي اللي من جوايا، ايماني بقدراتي، انا عايز ايه. يعني لما يزورك، انا بسميها رسول الياس. لما الناس كلها تغزلك وده وارد، لما الناس كلها تبعد عنك وده وارد، لما تفشل اكتر ما تنجح وده وارد، لما تقع محدش يعبرك اصلا وده برضه وارد. لازم يكون عندك دافع. الدافع ايمانك بربنا سبحانه وتعالى، ايمانك بقدراتك، انك شخص عايش عشان تقدم رساله معينه. في حاجه مهمه قوي، حاجه بنقولها سطر بسيط قوي. انت ممكن تصور الفيلم كله ومحدش يفتكرك، بس ممكن تصور لقطه واحده في الفيلم والناس كلها تفتكرك بيها. اهو ده كلام معقول. نقدر نفهم شخص مؤثر في المجتمع. ساعات بيبقى فيه نجوم طلعوا بقوا نجوم من دور مشهدين مثلا في الفيلم، بس عملوا تاثير رهيب فتعرفوا بقوا نجوم. مظبوط. يعني ممكن البطل ما يعملش نفس التاثير وممثل يطلع في مشهد او اتنين يقلب الدنيا. انت عارفه زي ايه؟ واحنا صغيرين لو احنا فاكرين، الولاد كان نفسهم يكونوا سوبر مان وباتمان. البنات نفسها تكون سندريلا. ممكن نجرب الف حاجه واحنا عارفين ان احنا ممكن تحصل مشكله، بس دايما كنا بنفكر احنا نجرب، احنا نقدر. نجرب كوبايه الشاي السخنه، نجرب نطلع على الشجره، نعمل حاجات مجنونه. بس لما بنكبر، اللي بيسقط في ماده او يجيب درجه وحشه يحس ان حياته ضاعت، خلاص مش هينجح مره تانية. اللي يخش علاقه ويفشل فيها يحس ان حياته انتهت. اللي يروح شغل ويخاف يجرب فيفضل زي ما هو واصحابه جنبه بيكبروا. طب تخيلي بقى لو انت كان عندك مشروع، المشروع ده ممكن يخلي بلدك مصر في مكان تاني خالص، يوفر فرص عمل للامم الفقيره. بس انت خفتي، لقيت واحد صاحبك بعد 5 سنين عمل الفكره ونجح والناس كلها بتصور معاه. الفكره ان هو شخص فكر في الحل، ما فكرش في المشكله. كان قال انا اقدر، ما خافش. الخوف ان انت تاخدي الريسك وانت تخشي تعملي حاجه، ده هيوديكي مكان تاني خالص. هي بس المشكله لو نتكلم بصراحه اكتر او على ارض الواقع، يعني مثلا اللي دخل في علاقه حب مثلا وفشل، هو ايه اللي بيقهره وايه اللي بيوجعه وبيقول لك دي الدنيا بقت سودة وانا مش احب تاني وانا اتجرحت، ويفضل مثلا ممكن سنين. يعني انا جات لي مكالمات كتير في الحلقات اللي فاتت، في ناس عندها عقد بقالها سنين، واللي مش عايز يتجوز تاني واللي مش عايز معرفش ايه تاني، لان ممكن الشخص ده يكون ايه شايف ان الخصال الحلوه او طبعه الحلو هو ده سبب مشاكله. يعني ممكن واحد يكون مخلص جدا يتقابل الاخلاص ده بالخيانه، واحد يكون خير جدا يقابل الخير ده بالوحشيه والشر، واحد مثلا كريم جدا او جدع بيخدم كل اصحابه وبيقف صاحب صاحبه قوي، وصاحب الجدع اللي دايما تلاقيه في اي مشكله واقف وقفه رجل واحد، واكتر واحد يتخمن صحابه ويطعن في ظهره. مظبوط. طب ما هي الحاجات دي بقى دكتور نور دي اللي بتكسر الواحد. طيب تعالي بقى، لان انت بتبقى عارف ان المشكله مش فيك انت عشان تقول انا كويس، لا ما هي طيب. المشكله ان انا كويس، انا كويسه، بس اللي قدامي مش كويس. طب ما هو ده اللي بيجيب الياس والاحباط، هتعامل ازاي مع المجتمع ده؟ طيب تخيلي بقى انا لو غيرت وجهه نظري، بمعنى لو شفت ان او اقتنعت ان مفيش حاجه في الدنيا بتبقى صدفه. اللي ده كان نصيب ليا، نصيب ربنا سبحانه وتعالى. النصيب ده انا المفروض اتعلم منه،
اتعلم منه اللي انا بعد كده خدت خبرات ان التجارب اللي اجربها المرة الجاية انا خدت خبرة. اتنين انا حياتي مش متوقف على موقف واحد يا جماعة، احنا حياتنا كبيرة جدا، ولو انت عايز تعيش في الضياع والفشل احساس تفضل عايش فيه محدش هيجي جنبك اصلا. الناس بتعترف بالشخصيات الناجحة. لو عايز تغير بلد وتغير سلوكيات ابدأ بتغيير نفسك الاول، ابدأ غير نفسك وادي القيم دي والسلوكيات دي الناس اللي حواليك. ممكن بعد كده بعد 20 سنة ولا 10 سنين المجتمع كله يتغير، بس لو انت امنت اللي ده رزق او نصيب من ربنا انت بتتعلم منه وقعدت تحط ايه المشكلة اللي حصلت لك علشان بعد كده ما تكررهاش مرة تانية هتبقى حاجة مختلفة. ما المشكلة ان احنا ممكن نطلع من المشكلة بمشكلة اكبر بتغيير سلوكنا للأسوأ. يقولك ايه، هو انا مش كنت جدع؟ خلاص يا عم الفتحة على قلة الاصل، انا هبتدي اتعامل مع الناس بقلة اصل. لا هو انا مش كنت مثلا ما بكدبش؟ لا ده انا بعد كده هبقى الكذب والخداع وواضح ان الناس بتحب كده. يعني بنسمع ده كتير. فالمشكلة ان احنا بنخرج من مشكلة مجروحين ومخدوعين لمشكلة اكبر في تغيير سلوكنا. مظبوط. ومن مرة لمرة لمرة تلاقي الشخصية الخير البيضة الجميلة الجدعة بقت شخصية على اسوأ مما تتخيل. نوقف التجريف الارض ده ازاي؟ تجريف الشخصية، يعني عارف انت تحس ان في احنا كشخصية بيحصلها تجريف. نتكلم نفسنا ازاي، نعالج نفسنا ازاي نفسيا ان احنا ما نوصلش المرحلة دي. بصي لازم نكون مقتنعين بحاجة، هي احلى حاجة حضرتك قلتها ان الواحد يقتنع ان ده اسمه ونصيب. طبعا مكتوب لك تعيش التجربة دي. طيب تخلي بقى خلينا بقى نقول سلوكيا دي صدمة. الصدمة هتوديك اتجاهين، يا تقتنع اللي كان فيه مشكلة وانت شخص لازم تبدأ تغير حياتك، يا تنجرف مع هذا السلوك وتبدأ تتغير سلوكياتك للأوحش أو للأسوأ. بالظبط. واحنا خد بالك احنا من كل كلامنا من الناس عاقلين، كل من كلامنا الناس قاعده عارفه هي بتعمل ايه. فاحنا مش مرضى، فاحنا فاهمين احنا بنقول ايه. فاحنا لازم نكون عارفين ان احنا فاكره من شويه كنا بنقول فكره السعاده وفكره التعاسه. لما يجي لك مثلا ساعه بتكوني في قمه سعادتك او جدك هديه عزيزه على القلب بتعملي ايه؟ تكوني سعيده. بعد كده كيرف السعاده بيستمر عادي جدا زي اي بني ادم. فهو لو احنا امننا برضو تاني بفكره النصيب وفكره الرضا اللي احنا نقول الحمد لله اللي احنا اتعلمنا هذه الخطوه، الصدمه هتحولنا الى شخص افضل. مش ممكن يكون ربنا حطينا في هذا الموقف عشان اعلم حد تاني؟ طيب انا اقول لك حاجه تانية، ليه ما ناخدش وجهه نظرنا تختلف زي اللي احنا حكيناها من شويه، ان الفشل ده ما اسموش فشل، لا انا اتعلمت منه وخدت خبره علشان ما اقعش في نفس المشكله مره تانية. واحنا بنتعلم ازاي؟ بنتعلم من خلال الخبرات اللي بناخدها في حياتنا. لازم يا جماعه نتوجه عشان نتعلم، مش هنتعلم كده. وعارفه اقول لك حاجه، لو احنا حياتنا مش يتكرى على طول مفيش مطبات مش هتحس بفكره السعاده. لازم نحسن نتوجع عشان بعد كده ناخد نصيبنا، هيجي في يوم من الايام ربنا اللي كتبه لنا هيحصل. بس احنا لازم ناخد خبرات الفشل دي هتعلمنا بعد كده ننجح ازاي. واحنا مفيش حد ينجح كده مره واحده، لازم يكون حصل مشاكل في حياتنا، حصل عراقيل، ممكن نفشل اكتر ما ننجح، ودي الطبيعه ودي الدنيا. بس لازم يكون حاطين احنا سيناريو ان وارده جدا نعدي من مراحل صعبه في حياتنا. المراحل دي بقى لازم اكون اكثر عقلانيه، لازم يخرج منها متعلم ايه اللي خطوات 1 2 3 ايه اللي ما يحصلش بعد كده، او براحتك هتعلم وافضل بقى اتخبط بقى طول ما انا رايح، وساعتها بقى هتبقى اكثر فعلا اكثر فشلا. وهيتحول الموضوع، ممكن يتحول لاكتئاب، وممكن يتحول الى خوف مثلا لو احنا بنتكلم على جنس الاخر. في ناس تبقى عندها خوف اصلا من انها تدخل في اي علاقه بعد كده. انت عارفه ان خوف المشكله ايه؟ خوف الطبيعي انت بتخافي منه ده لو استمر بقى في سلوكك بيتحول لفوبيا، خوف مرضي عايز علاج. اللي انت سبت نفسك متخيله ده عادي، لا ده مش عادي، ده مش عادي. الخوف اللي انت شايفه ده عادي من حاجه معينه، هتبدا شخصيتك تقل، هتبدا مش متحمل المسؤوليه، وثقه بنفسك مش موجوده اصلا، هتلاقي نفسك شخصيه تابعه، وفي اخر الموضوع فعلا هيتحول لفشل. زي يعني كنا اتكلمنا في الحته دي برضو قبل الهوا، اللي هو دايما احنا مثلا بيبقى نفسي اعمل المشروع ده وخايف. تلاقي في ستات مثلا نفسها مثلا تسيب جوزها بس خايف، يعني خايفه بقى من على العيال والبيت والمجتمع هيقول ايه وايه. راجل عايز ينفصل بس خايف من اللي هيشوفه بعد كده. فحته الخوف حضرتك قلت لي طب العقل هياخد اني اشاره التحدي للنجاح ان انا عايز اوصل للحته دي، ولا اشاره ان انا خايف فاهمد واقعد؟
تخيل لو سالنا سالتك او سالت اي حد من بيسمعونا دلوقتي كم واحد نفسه ينجح؟ كله هيرفع ايده. كلنا. كم واحد نفسه يكون سوي نفسي وسوي ماديا وعايش كلين. حياته كويسه؟ كلنا. بس في نفس الوقت بنفكر في كل حاجه بتودينا في موضوع تاني خالص. انا مكتئب، انا يائس، تفتكري اني اوردر هيتاخد عقلي؟ انا عندي عقلين، العقل اللي بنفكر بنتكلم بيه والعقل الباطن هو اللي بياخد اوردر. فتخيلي مثلا بقول لك ايه، اوعى تبصي فوق، اخد اوردر العقل ايه، بص فوق. فالموضوع احنا عندنا نوعين من الخوف، الخوف من الفشل والخوف من النجاح. تخيلي الخوف من النجاح، الخوف من النجاح يعني انا خايف انجح بعد كده ما استمرش على نفس الستيب اللي انا وصلت له او نفس المنوال، فخايف اجرب. فالموضوع بيوصل بقى انا خايف اصلا اجرب هذه التجربه، رغم لسه بنقول دلوقتي الفرق بين الشخصيه عاديه والشخص المتميز هو الشخص اللي بص على نص الكوبايه مليان، اللي بيفكر في الحل مش بيفكر في مشكله. طب خلينا نرد على البنوته اللي عندها 17 سنه اللي هي في ثانويه عامه ومرتبطه ومش عارفه ده صح ولا غلط. طيب انا مش عارفه اقولها ايه، طيب ده صح ولا غلط؟ انا حضرتك اللي هترد بقى. بص انا عايز اقولك ان في فرق بين الاعجاب وبين الحب. الاعجاب انت معجبه بشخصيه حد قدامك، ودي وارده جدا، عشان احنا وصلنا بعد البنات او الولاد بيوصلوا مرحله المراهقه، ودي تغيرات، وانا شايف ان ده مش غلط. فكره الاعجاب بالشخص اللي قدامك ده مش غلط، بس ده ممكن ما تكونش مشاعر حقيقيه، ده حب، انت بتحب اللي قدامك، انت لسه ما خدتيش تجارب. فالاعجاب، فكره الاعجاب بشخص حاجه كويسه قوي. طب يا ترى صح ولا غلط؟ انا اقول لك حاجه حلوه قوي، لو حاجه حصلت بينكم وخايفه تقوليها لماما يبقى دي في حاجه غلط. يعني اي تصرف هتعمليه خايفه تقولي احسن ما تقولي غلط يبقى ده فعلا غلط. يعني مادام حاسه انه غلط او خايفه تتكلمي عنه يبقى غلط. مظبوط. بس هو في العموم لا، ايه المشكله؟ روحي قولي لماما انا معجبه بشخص، انا صدقين، او بلاش لو ماما شديده عليكي روحي خالته، بس اوعي تروحي لصاحبتك، عشان صاحبتك ملهاش تجارب، ممكن تروح تقول كلام غلط، ممكن تقولك عن تجربها فممكن تعملي حاجة غلط، فالثقة اللي بينك وبين ماما هتنتهي، فدي مشكلة. فانت عايزة تاخدي رأي، روحي رأي خالته وعمته، أيوم أقرب اللي انت حاسة لماما شديده مش هتقدر تسمع او قولي لها، هتقولك المعلومه، ايه المشكله؟ فكره الاعجاب انا بحييكي، مفيش اي مشكله خالص اللي انت صرحتي ان انت حاسه بالاعجاب، بس دايما استمر على فكره الصداقه. احنا معجبين، بس احنا فكره صداقه ليه بقى؟ احنا طول ما انت عايشه هتحبي ده وتحبي ده، حد تحبي شخصيته، حد تحبي شكله، حد تحبي نجاحه. فالمفهوم الحقيقي للحب هو لسه ما تكونش عندك، ويمكن كمان في السن ده بيتعلق اكتر بالشكل، انه لابس ما اعرفش ايه، ساعه ايه، ما اعرفش تيشرت ماركه ايه، اصله بيلعب اللعبه الفلانيه في النادي، واللي انا خايفه منه بقى ساعات بينجذبوا للولد الصايع اللي هو اللي عنده علاقات كتير، ويقول لك ده الصايع بتاع الشله، وان ده ما اعرفش مقطع السمكه وديلها. عايزين ننصحها بايه بقى ليها ولكل جيلها وكل السن ده للبنت دي؟ يعني ايه اللي تخلي ترتب افكارها ان تقول لنفسها الشاب ده في بذره انه ممكن يبقى حد كويس ترتبط بيه فيما بعد، يبقى جواز وارتباط وخطوبه؟ يعني تفكر ازاي في السن ده، تبص لايه في الشاب ده؟ لو هذا الشخص طلب منك ان انتوا تبداوا تخرجوا مع بعض وتعالى وهزار ونسهر، يبقى الشخص ده مش خايف عليكي. كلمها بقى كانها قاعده قدامك. اتنين، بلاش تربطي امانك بشخص معين، اوعي تربطي هدفك او حياتك بشخص. علشان الاشياء اللي تتغير، احنا اللي بنتغير، قد ممكن تلاقي الشخص ده بعد كده ما يحبكيش. فانت كل تعملي ايه، حاول لما تيجي تخرجوا عشان يكون الموضوع مقبول، اخرجوا وانتوا كصداقه مع بعض. خدي راي ماما، شوفي ماما رايها تقول لك ايه، او خالته. وخلي ماما تشوف هذا الشخص، لو الشخص ده مرضيش روحي قبل ماما عشان تشوفه، يبقى اذا في مشكله. نقطه من اول السطر، ركزي بقى، اكسبي عنصر امان بتاع ماما عشان هي من داخل ثقتك بنفسك وبتروحي وتيجي واثقه فيكي، خليها تعرف عليه او حد قريب منك، بس يكون قريبك وكبير. أيوه. يتعرفوا على بعض ويشوفوا ايه المشكله، كله في نطاق المجتمع، وتخرجوا مع بعض كصداقه في في مكان مكشوف، يعني في النادي، في كده، لكن ما فيش بقى حاجه اسمها تعالي نسهر، اصل تعالي ما اعرفش نروح نقعد في كافيه، وتلاقيه قاعد بقى مع اصحابه قاعد بيشيش وقاعد ما اعرفش بيشرب ايه. يعني مزبوط. ركزي، والحاجه اللي انت هتخافي تقوليها يبقى هي غلط، يبقى هي غلط، يبقى اوعي تعمليها علشان الثقه اللي ماما مديها لك ما تتدمرش.